طب بص، طبعا القعده الحلوه ما ينفعش ننسى فيها الناس الحلوه. طبعا يعني لازم نتكلم عن الناس الحلوه وعشره العمر، الناس صحابنا اللي وقفوا جنب، يعني وقفوا جنبنا الفتره اللي فاتت وساعدونا، ومش قالوا ليهم فضل، يعني ممكن يكون ليهم فضل بعد ربنا ان هم ممكن يكون حد فيهم موجهك، ممكن يكون حد فيهم عمل لك اغنيه كويسه. فتعال نتكلم على شويه اسامي كده لطيفه، والاسامي دي كمان انت بتحبها. يلا تعال نبدا مثلا بتوما. اشتغلت مع توما كذا حاجه قبل كده مع بعض؟ اشتغلت مع توما كتير. انا اول ملحن اشتغل مع توما. يعني انا اعرف توما من سنه 2002، بس اعرفه كتوما كان بيغني كورال. ففي مره اتقابلنا قبل ما يوزع هو خالص، ما كانش لسه بيوزع. اتعرفت عليه، وبعد كده اتقابلنا عند مصطفى قمر في مكتبه. فلقيته بيقول لي انا بوزع، فقلت طب والله فرصه نجرب. لان لا اصل انا كمان كنت في بدايتي، ففرصه بالنسبه لي ان اي حد، الاسامي الكبيره ليها كل الاحترام طبعا، بس دايما بتبقى حلوه قوي لو بداتوا الثلاث عناصر الموجودين بنفس الحماس، لان الاسم اللي نجح خلاص جايز بالنسبه له. رامي جمال في بدايته مش يعني مش هيتعب معايا قوي في حاجه. لكن حد زي توما في الاول هو كمان عايز ينجح وانا عايز انجح، فبتبقى ضامن مجهوده. رحت له فعلا وعملنا اول اغنيه مع بعض كانت خلص الكلام، اللي هي كانت اسم البوم حمائي اللي نزل سنه 2006. اوكي. وكلمت حمائي تاني يوم، وجالي حمائي وقعد سمع الاغاني، فبقول له الاغنيه دي يعني دي توزيع توما. قال لي توما مين؟ اصل توما وحمائي اقرب اصحاب لبعض. اوكي. فحمائي قال لي توما مين؟ قلت له توما. ما توقعش ان يطلع منه حاجه كده. قال لي توما صاحبي؟ قلت له قال لي كذاب. قلت له والله دي توزيع توما. فقام مكلم توما وقال له انت بتوزع من ورايا، وما بنساش بقى. ومن ساعتها توما وش السعد على كل اللي اشتغل معاهم ومنهم انا كمان. ايوه. طب انت لا، انتوا الاثنين كنتوا لسه بتطلعوا في الاول وكنتوا عايزين تعملوا حاجه كبيره. بالظبط. انه نجم برضه زي محمد حمائي يغني حاجه ويثق فيكوا، دي حاجه برضه كويس. لا هو مش ثقه في حمائي، ما كانش ثقه عاديه. انا عامل في الالبوم ده سبع اغاني من ال 11 اغنيه، فهي مش ثقه عاديه، دي مسؤوليه كامله. يا طبعًا. اما حمائي ينجح يا اما يرجع معايا المنصور. فانت متخايف نفسك طبعا، بس على قد الخوف، على قد ما لو ربنا فعلا مديلك موهبه بتبقى حاسس ان انت يعني ان شاء الله هبقى قدها لسبب. لان في فرق ما بين لما بتبقى بتشتغل في المزيكا علشان تستغل موهبتك، وفي فرق بين انك حاسس دايما. انا عن نفسي وانا اكتشفت امير موهبه التلحين دي بالصدفه. فانا موهبه التلحين دي بستخدمها، بحس ان انا ريسيفر، انا مش شاطر في حاجه فيها. هو انا تحس ان التيمه دي بجد لما بيقولوا الوحي، التيمه دي فعلا حاجه بتزن في ودانك كده. فهي انا مش من الناس اللي بقوم من النوم امسك جيتاري واقول النهارده هلحن. علشان كده الحمد لله عندي ثقه في كل اللي بعمله، لان لو النهارده انا حسيت ان جوايا لحن، فببقى عارف ان انا ده ما قمتش عملته عشان بشتغل. انا قمت عملته علشان في حد عمال يقول لي قوم سجل دي. فببقى واثق بامر الله في نجاحها، لانه القبول اولا واخيرا بتاع ربنا. بس ما دام ما استغلتش موهبتك استغلال اللي هو الموظف، ما تخافش. طب ايه اكتر اغنيه لحمائي تعبتك يعني؟ او طمنوني عنيك. هي دي طمنوني عنيك اللي هي كانت هيت الالبوم دي بتاعت المنقوشه. بتاعت المنقوشه. انا سامع انت عطلت في الفتره دي انت وتوما، بعدين دخلت كلت منقوشه قال لك بس احنا كنا خلاص اللي احنا عايزينه. الاغنيه دي انا وصلت لمرحله ان انا عملت الجمله الثانيه اللي هي بتاعت وانت عينيك في عينيا، والجمله الاولانيه بتاعت طمنوني عنيك دي مش راضيه تطلع معايا. فجيت في الاخر قلت لتوما توما شوفوا حد تاني يعملها. انا مش عارف، انا عطلت خلاص، هي مش راضيه تطلع معايا. فقال لي طيب مش عايزك تقفل قوي وتعالى نكمل، نقعد عادي، تعالى نتغدى. فطلبنا المنقوشه وكلنا، وانا باكل السعد عليك المنقوشة. والله العظيم وانا باكل امير عمال اقول لا 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 لا. خلصت اللي انا قلته ده، ولقيت توما قام لافف لي كده، قام قايل لي سجلت اللي انت قلته؟ فقلت له مين اللي سجله؟ قال لي انا. قلت له ليه؟ قال لي احنا خلصنا طمنوني عليك.